مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وصباح الخير عليكم جميعا. قالت لي الأرض لما سألت: يا أم هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر، فلا الأفق يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزهر. صباح الحياة وصباح الإرادة لكم جميعا، ودائما هذه حكاية صباحية وقهوة صباحية تشاركها وتشارك قصة الصباح، وتمناها دائما بألوان الخير والجمال والأمل، وسعداء أن نبتدر الصباح مع واحدة من رموز الإرادة والتحدي، استطاعت أن تتحدى المرض، ونحمل لها في هذا الصباح أمنيات الصحة والعافية، الفنانة منى مجدي.